المغاربة غادي نفتح السون وكيشعروا بحب المرأة وكل شيء كيرجع للمرأة. لولا المرأة ما غادي يكون والو، ما غاديش يكون راجل. الراجل والمرأة كفرشات وملعقة. كان إقبال متوسط مزيان من الرجال ومن الرجال ومن النساء ومن الفتيات ومن الأطفال. كنقول للمرأة المغربية مبروك عليك يا لالا، مبروك عليك يا الشريفة. هادشي كنقول للمرأة المغربية. بالنسبة لهاد لوي مارس تكون شوية القضية دايرة الحمد لله، اللهم لك الحمد، ولكن السلعة كتكون طالعة من بلاصتها غالية بحال اليوم لوي مارس. الشركات كيبغيو يحتفلوا هادي شوية طالعة السلعة. دابا عيد المرأة اليوم، حيت المرأة كتبقى تضرب تمارة في الداخل والراجل كيضرب تمارة برا، ولكن خاصو يشوف فيها بشي وريدات، حيت لكان يعرفها تبغيه وتبغي يبغيها، ضروري لكان يبغيها يدي لها وريدات زوينين ويشوف في مرتو، حيت مرتو كتضرب تمارة ضروري تهلا فيها. واليوم يعني ما شاء الله كنشوف الورود. اليوم هو اليوم العالمي للمرأة 8 مارس. الحمد لله انه يعني كاين شيئا ما واحد الجو، لانه كنرمزوا للمرأة، كنرمزوا للمرأة المغربية بكونها الأم، الأخت، البنت، الصديقة، الرفيقة، يعني أي امرأة يعني بكونها كتخدم، كتقرأ، طفلة، حيث المرأة هي من طفلة للجدة.